تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. شكرا مشاهدينا على كان في كل مكان، اهلا وسهلا بكم الى الموعد. الثقافي لا تزال تتواصل فعاليات المهرجان المحلي الجامعي للفيلم القصير بواحده من الاقامات الجامعيه بولايه باتنا، وهذا تحضيرا للمهرجان الوطني للفيلم الجامعي والذي ستحتضنه قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه. طبعا التقرير لسعيد حريقه. انطلقت أمس بالإقامة الجامعية حملة واحد على مستوى مديرية الخدمات الجامعية باتنا بوعقال فعاليات الطبعة الثانية للأيام المحلية للفيلم الجامعي القصير بمشاركة مختلف الإقامة الجامعية تحضيرا للمهرجان الوطني للفيلم الجامعي القصير المزمع تنظيمه شهر ديسمبر القادم بمناسبة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية. هذه الأيام المحلية كذلك جاءت تحضيرا للمهرجان الوطني الفيلم الجامعي القصير الذي سينظم بقسنطينة عاصمة الثقافة العربية. المشاركين 12 عمل من مختلف الإقامات الجامعية من إخراج وتمثيل وتركيب وإنتاج طلبة المقيمين والإقامات الجامعية. وفي الوقت الذي يعاني فيه طلبة الإعلام والاتصال على مستوى الجامعة من افتقار مقر للأستوديو يسمح لهم بتطبيق معارفهم النظرية، تمكنت مديرية الخدمات الجامعية باتنا بوعقال من تحقيق ذلك. قمنا بإنشاء استوديو على مستوى الإقامات الجامعية، وهذا لإعطاء نفس للطالب الجامعي باش يقدم الإبداعات تاعو، يحرر نفسه بأمور، يوصل انشغالات تاعو على مستوى الإقامة الجامعية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الطبعة تميزت بأنشطة هامشية أخرى منها إقامة معارض ومحاضرات وورشات تكوينية. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.